بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة الرسالة القشيرية للأستاذ الإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن الآن في ألفاظ متداولة بين هذه الطائفة، وهي طائفة علماء الصوفية، وكل طائفة من العلماء لهم ألفاظ يتداولونها فيما بينهم. فعلماء النحو لهم ألفاظ، علماء الحديث لهم ألفاظ خاصة بهم، علماء الفقه لهم ألفاظ، الأطباء لهم ألفاظ، المهندسين لهم ألفاظ. فكل طائفة لهم ألفاظ مخصوصة متعارفة فيما بينهم. فلكي تفهم كلام كل طائفة، يجب أن تتعلم مقصودهم من هذه الألفاظ حتى تتعلم. ومن ذلك الهيبة والأنس. قلنا أن مقام الإسلام هو الخوف والرجاء، ومقام الإيمان هو القبض والبسط، ومقام الإحسان هو الهيبة والأنس، وبعد الهيبة هي الغيبة، وبعد الغيبة هو كمال الفناء، ومع الغيبة يكون الوجود أو البقاء. فالغيبة عما سوى الموجود هو عين البقاء، لأن كل ما سوى الله فناء. فيكون كمال الأنس هو عين البقاء عند كمال الغيبة عما سواه. فتجد أن الأنس والهيبة متقاربان، لابد من وجودهم. فالهيبة تقتضي الغيبة، والغيبة تقتضي الفناء، والأنس يقتضي المؤانسة، والمؤانسة تقتضي البقاء بجمال المشاهدة وبمعنى المعرفة. والمشاهدة تكون بمعنى المعرفة وليست مشاهدة عين، لأن الله سبحانه وتعالى لا عين ترى، دي الحقيقة، لا عين ترى. لماذا؟ لأنه باقي والعين فانية. فإذا فنى الفاني كل شيء هالك إلا وجهه، فيهلك، وده معنى الفناء، يهلك تمام. فلا يرى إلا الله، كنت عينه الذي يبصر بها، سمعه الذي، فلا يوجد له سمع أصلا لأنه فنى تماما، هلك. فصار سمعه بالله، عينه بالله، بطشه بالله، حركته بالله، بعدما كانت بنفسه، فلما فنت نفسه صار بالله. فإذا سألته لا يتكلم إلا بالله، وإذا نظرت إليه وجدت إنسانا غائبا فانيا عما سوى الله، فقد يتكلم الكلام الذي لا يدركه إلا من كان في مقامه، ولذا يساء فهم بعضهم. فالهيبة والأنس تدرج طبيعي من الخوف والرجاء إلى القبض والبسط، ثم الهيبة والأنس، ثم الغيبة والحضور بعد السكر والصحب. فهي تطورات، بعدها يأتي التمكن، بعدها يأتي التمكن. وهما فوق القبض والبسط. يبقى المقبوض مقبوض عما سوى الله، مقبوض بنفسه عما سوى الله، والمهاب مقبوض حتى عن نفسه. فهمت بقى؟ يبقى المقبوض ما زالت نفسه موجودة لكنه مقبوضة، فإذا فنت صار هائبا. فهو قد قبض عما سوى الله إلا عن نفسه، فبقيت نفسه سوى، يرتقي فيقبض حتى عنها، فيغيب عنها، فيصير في حال الهيبة. فهمت التدرج؟ دي تدرجات في أمور الروحانيات والقلبيات عند الوصول إلى الله. وهما فوق القبض والبسط، أي في الدرجة، في الترقي. فكما أن القبض فوق رتبة الخوف، والبسط فوق منزلة الرجاء. أصل البسط بعدي أنس، والأنس قد يكون بالكون وقد يكون بالمكون. فإن كان بالكون يكون أنس صفات، وإن كان بالمكون يكون أنس بالذات.
وعلشان كده ليهم برضو وكذلك نفس الحكاية في القبض. فالقبض قد يكون قبض عما سوى الله فيقبض عما سوى الله إلا عن صفات نفسه، فيقبض حتى عن صفات نفسه إلى صفات الموصوف بحق، ثم يقبض بعد ذلك عن صفاته إلى ذاته. وعلشان كده الفناء فناءان، فناء في الذات وفناء في الصفات. فناء في الذات فيكون مقام الأحدية، وفناء في الصفات فيكون بمقام الواحدية. اللي حضر الأول حيفهم، واللي ما حضرش الأول مسيره يفهم إن شاء الله. وهما فوق القبض والبسط، فكما أن القبض فوق رتبة الخوف والبسط فوق منزلة الرجاء. احنا قلنا أن القبض هو الانشغال بما أنت فيه في الحال، يعني مقبوض عما أنت فيه في الحال. أما الخوف ففي شيء خايف من حدوث شيء في المستقبل، فتعلق الخوف تعلق في المستقبل، أما القبض تعلق في الحال. فهمت؟ وهو تعلقات نفس، فإذا فنت بقى في الهيبة، فإذا استقر في الهيبة صار غائبا، فإذا استقر في الغيب كان فانيا. فإن فنى ولم تبقى إلا الصفات صار فانيا في الصفات، وإن فنى ولم تبقى إلا الذات صار فانيا في الذات. فهمت إزاي؟ فلا تلهيه الكثرة عن الإيه؟ عن الكلية، عن القلة. لا في كثرة ولا قلة بقى، هو واحد أحد سبحانه وتعالى. فالهيبة أعلى من القبض، والأنس أتم من البسط. وحق الهيبة الغيبة، فكل هائب هائب غائب. حق الهيبة الغيبة، أي الغيبة عن النفس. يبقى القبض فيه غيبة عن كل ما سوى الله إلا نفسه، فهي نفسه مقبوضة، فإذا غاب حتى عن نفسه صار هائبا. ثم الهائبون يتفاوتون في الهيبة على حسب تبين في الغيبة، غائب تماما ولا لا، غائب في الصفات ولا غائب في الذات، وغائب في الصفات كلها ولا في بعض الصفات، فيتفاوتون. قد يكون غائب في صفة واحدة، قد يكون غائب في صفتين، قد يكون غائب في 10 صفات، في 90 صفة، فكلما فيتفاوتون في الهيبة في الغيبة. فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم، يعني درجات. ادي معنى كلام. وحق الانس صحو بحق. اصل المسألة ايه؟ الوصول الى الله يحتاج الى علم. اولا العلم يورث العمل، والعمل يورث الحال، والحال يورث الذوق، والذوق يورث الشرب، والشرب يورث السكر اللي هو الشرب. لكل شرب معلوم يكسروا الشين، واحنا بلغتنا نضمها نقول الشرب، لكن هي برضو الشرب احلى. يورث الشرب، والشرب يورث السكر، والسكر بعده الصحو. فهمت ازاي؟ وبعد الصحو التمكين. دي درجات. فمن لا علم له لا عمل له، ومن لا عمل له لا حال له، ومن لا حال له لا ذوق له، ومن لا ذوق له لا شرب له، ومن لا شرب له لا سكر له، ومن لا سكر له لا صحوة، وهكذا. فهي تدرجات. فهمت؟ وعشان كده يقولوا حق الأنس صح، لأن الإنسان يأنس لما يشرب، لما يذوق. من ذاق عرف، ومن عرف اغترف. تسمع الدكتور علي يقول الكلمة دي كتير، مش كده برضه؟ كتير في دروسه يقول لك الكلمة دي، لأن الكلمة دي كتير يقولها الأولياء. فالذوق، والذوق أساسا هي برضه إيه؟ لوائح كده، بوارق. بوارق جاية من واردات رحمانية ناتجة عن الأوراد اللي هي القيام بالوظائف الوقتية. كله متعلق ببعضه، بعضه وهبي وبعضه كسبي، بعضه وهبي وبعضه كسبي. وحق الأنس صحو بحق، فكل مستأنس صاح.
يبقى مقام القبض يوصل الى الهيبة، والهيبة توصل للغيبة، والغيبة تقتضي السكر، والسكر يقتضي الفناء. واضح؟ طيب، ومقام الرجاء يدرجك الى البسط، والبسط الى الانس، والانس يقتضي الصحب، يدرجك للصحب. فيبقى لابد من الانسان ان يبقى عنده فناء وصحو في ان واحد، فناء وبقاء في ان واحد، فناء عما سوى الله وبقاء بالله. ادي معنى كنت سمعه فبي يسمع وبي يبصر، مش الحديث كده؟ ويقول له بك خاصمت وبك حاكمت. الاحاديث تفهم كلام النبي، نتكلم بالاشارات دي، النبي نفسه كلمنا بهذه الاشارات، بك اصول وبك احول وبك اجول، فصار به. فكل هذه الاشارات بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالفاظ لا تعي العقول بها، فلم نرتب ولم نهم، لان مقام النبي مقام بيان، اما مقام الاولياء فليس مقام بيان للامه، ولكن بيان لاحوالهم، ولذا قالوا كلام يتفاوت الناس في فهمه. اما النبي قال كلام لا يرتاب الناس فيه، خلاص كله صحيح، كل الناس تفهمه على حسب شربه، كله يفهمه حسب شربه، واهل الشريعه يفهموه، واهل الحقيقه يفهموه، واهل الحقيقه يتفاوتون في فهمه على حسب مقامتهم واحوالهم، وهكذا. وتلاقي كلامه واحد صلى الله عليه وسلم ولا يعترض عليه احد، لكن يبتدي بقى يعبر الاولياء تجد الاعتراض. ليه؟ لانهم لم ياتوا للبيان. ولذا كثير من الصحابة سكت ولم يحاول أن يتكلم، وكثير من الصحابة صرح وقال لو قلت في هذا الأمر كلاما لأعددتونني ممن يعبد الوثن. بعض الصحابة قالوا ذلك، اللي هي بعض الأشياء التي يتدرج فيها الإنسان، فلا يرى قائلا إلا الله، فاعلا إلا الله، فلا يرى في الأكوان إلا الله، فإذا نسب لنفسه أن فعله هو فعل الله قالوا ده بقى مشرك، قال بالحلول، هو خايف يقول كده، لأنه صار بالله يتحرك، صار بالله يتكلم. فلما تكلموا من بعدهم ولم يحفظوا هذا السر قتلوا. ما في الجبة إلا الله، أمر الله، فعل الله، صفة الله بعدما تعينت وظهرت، كله محتمل. لكن أهل الشريعة ما فهموش، فهموا أنه قال بالحلول فقتلوه. ولذا كثير من الصحابة لم يتكلموا محافظة على السر، لأنه الإشارات لا تقال إلا لأهل الإشارات، والألفاظ لا تقال إلا لأهل البدايات، والمقامات لا تقال إلا للسالكين، والحقائق لا تقال إلا للمتمكنين. فهمت إزاي؟ أدي المسألة كلها. فليس كل ما يعرف يقال. كلام سيدنا علي إمام الأولياء وإمام الواصلين كان يقول كده، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال أتى وقته، وليس كل ما أتى وقته أتى أهله. فكل مستأنس صاح، يعني يقظ. يقظ يعني إيه؟ يعني شاف الحق بقى، شاف أنه لا فاعل إلا الله، شاف وعرف أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، علم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. علم فقط؟ لا، علم وعرف، وعرف وعاين، وعاين وشاهد، فصار في كمال الصحو، في كمال اليقظة، حيث أنه لا يحجبه حجاب. ثم يتباينون حسب تباينهم في الشرب، فمنهم يشرب، فمن شرب إلى السكر فلا يشعر بالري إلا أن إلا أنه يصحى بعده، لأن السكران كده، السكران في الواقع يفضل يشرب 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 لحد ما يغمى عليه، يفضل كل ما يشرب يعطش أكتر، ده السكران. فإذا تيقظ خلاص حسب تباينهم في الشرب. ولهذا قالوا أدنى محل الأنس، أقل محل الأنس، لأن مقام الأنس ده مقام برضو واسع، على حسب أنسه بإيه؟ أنسه بالصفات ببعضها بكلها، ولا أنسه بالذات، ولا أنسه بالأفعال،
لأن الله له ذات وله أفعال وله صفات، وعلى حسب درجات أنسه، وعلى حسب مجموع الصفات التي يراها أو مجموع الأفعال التي يراها، أو فنى كل ذلك فلم يرى إلا ذات واحدة موصوفة فاعلة، فلم يرى إلا الذات وغاب عن الأفعال والصفات، كل ده يتباينون. أدنى محل للأنس اللي هي بدايته أول سلم ليه، أنه لو طرح في لظى لم يتكدر عليه أنسه. فاكر لما كنا بنقرأ في حال الأولياء، لما جابوا أحد الأولياء ورموه وجابوا عليه السباع وكانت جعانة علشان تاكله، هل هو خاف منها؟ ما خافش. ليه؟ لأنه في مقام الأنس. مقام الأنس يأنس بكل شيء، يأنس حتى بالحية اللي كل الناس تفر منها، يشوفها قدامه يأنس بها ولا يفر بها. النبي كان حاله أعلى من الأنس، عشان كده كانت تأنس به كل الأكوان ولا يستوحش من شيء صلى الله عليه وسلم، ولذا تحمل الوحي ما لا يتحمله غيره، في ظلمة الغار فوق جبل، في قمة جبل، في عز الظلام يأتيه ملك يكلم، لا يستطيعها إنسان معتاد إلا أن يكون في مقام الأنس متمكن حتى لا يستوحش من شيء فيأنس بكل شيء. وعلشان كده لما جابوا له السباع عملي قعدت تشمشم فيه، فبقى مشغول خلاف العلماء في سؤر السبع، قال هو نجس ولا طاهر، لانه مش في مخه انه خايف ولا مش خايف، لانه في مقام الانس. سيدنا ابراهيم لما القي في النار قالوا سيدنا جبريل، كل الناس بترتعد، لكن هو في مقام الانس متمكن، يقول له اما اليك فلا، علمه بحالي يغني عن سؤال. فكانت احلى حال يعني حالاته واحلى اوقاته وقت ان وقع في النار. هو نفسه يحكي كده يقول احلى اوقات وجدتها في عمري كله عندما ألقي بي في النار، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما. الصحابة مروا بهذا، ما تفتكرش ان الحكاية اساطير بنقولها وحكاوي، لا الصحابة مروا وانت بتقرأ وما بتاخدش بالك. انت عارف الصحابي اللي كان في حراسة وبعدين جاله سهم وكان في صلاة، كلنا عارفين القصة اللي بنسمعها على المناب، مرضاش يقطع صلاته، يعني لم يشعر بألم السهم، ما خرجش من صلاته واستمر في صلاته يقرأ قرآن، والسهم خبط وضربه، جاله سهم تاني استمر في صلاته، يعني لم يشعر بألم السهم التاني كمان. فلما جاله الثالث خاف لحسن يموت والعدو يتمكن، فقطع صلاته عشان يخبر أخوه بس، مش علشان هو متألم. يبقى كانوا في مقام أنس. الصحابي اللي هو سيدنا عبد الله بن الزبير لما جاله سيدنا عروة، سيدنا عروة بن الزبير لما جاله الأكل في رجله اللي هي الغرغرينة في قدمه، وقالوا احنا هنقطعها لك ولابد انك انت تشرب خمر علشان تسكر تنسى، نوع من التخدير يعني، فقال لا أتعاطى محرم، ولكن اتركوني أصلي فإذا وجدتوني أسجد افعلوا ما شئت. يبقى كان في مقام أنس، لدرجة ان قطعوا له رجله وحطوها في الزيت المغلي وهو لم يتحرك. يبقى الصحابة مروا مقام أنس اهو، يعني الحاجات دي كلها، لكن هم ما تكلموش عنها لان لم يعبروا عنها. بس الفكرة ان بعد 300 سنة ابتدت الناس تعبر عن هذه الاحوال وسمتها اسماء، لكن هم كانوا عايشينها، ما سموهاش هذا الاسم لكن كان عايشها. سيدنا ابو بكر الصديق لما حط رجله في الغار وقرصه التعبان ما شعرش بالألم المعتاد، بدليل لم يتحرك، ولكن لما سرى السم في جسده دمعت عيناه. يبقى كان في مقام الأنس. كل الحاجات دي لما تقراها، الحاجات دي كلها مرت بالصحابة. سيدنا بلال ابن رباح كان في مقام الفناء والغيبة تماما، يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يمر عليه حتى يقول له السلام عليكم ما يردش، يقول له أحد أحد أحد، مش شايف حد، مش متبنج، يعملوا اللي يعملوه فيه وفي الصحراء مش حاسس بحاجة.
خدت بالك؟ لحد ما تركوه بقى يبصوا على، بقى هو نفسه يبص على ظهره كأنه ظهر غيره، كأنه حيطة مش شاعر بالألم اللي فيه، كانوا في مقام الأنس وهكذا. وعشان كده يقول لك أنه لو طرح في لظى لم يتكدر. سيدنا أبو مسلم الخولاني مش مدعي النبوة، رمى في النار في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، فالنار جعلها الله بردا وسلاما عليه، وخرج منها سليما معافا، حتى ان سيدنا عمر لما عرف الخبر قال الحمد لله الذي جعل من امتي محمد صلى الله عليه وسلم من على قلب ابراهيم. يبقى الصحابه مروا بهذه المقامات مر الكرام، ليه؟ لتمكنهم، فما تكلموش ولم يطل عليهم المقام في هذه الاحوال التي تعني التغير، لانهم تمكنوا بعد ذلك، لان كل الاحوال دي تغير 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 حتى يصل الى التمكن. فهمت ازاي؟ انه لو طرح في لظى لم يتكدر عليه انسه. قال الجنيد رحمه الله: كنت اسمع السري يقول: يبلغ العبد الى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم يشعر. والصحابة كده ايام التعذيب لو ضرب وجهه بالسيف لم يشعر، وكان في قلبي منه شيء، لانه كان لسه في بداية سلوكه لما سمع السري السقطي اللي هو خاله وشيخه بيقول الكلام ده، بيقول كان في قلبي بقى يعني مش مصدق بقى، معقول العبد يصل الى هذه الدرجة؟ حتى بان لي ان الامر كذلك لما ترقى بقى هو وعاش وانس، قال ان فعلا اتطرح انه الامر كذلك. وحكى ابي عن مقاتل العكي انه قال: دخلت على الشبلي وهو ينتف الشعر من حاجبه بمنقاش، بملقاط يعني، فقلت: يا سيدي انت تفعل هذا بنفسك ويعود ألمه الى قلبي؟ فقال: ويلك، الحقيقة ظاهرة لي ولست اطيقها، فهو ذا، فانا ادخل الألم على نفسي لعل احس به فيستتر عني، فلست اجد الألم وليس يستتر عني وليس لي به طاقة. يعني الأنس من شدة الأنس والفرح بالحق غاب عن نفسه، فهو عايز يشوف هو في حلم ولا في علم، فبقى ينتف شعر حجبه عشان زي ما يقول يفوق نفسه، فلا هو بيفوق ولا هو بيستتر عنه، وخايف لحسن ما يتحملش شدة الأنس. يبقى دي مقامات شافوها هم وعاشوها. الواحد ساعات من فرحه في امور الدنيا يقول: اقرصوني وانا في حلم ولا في علم، اقرصوني يا جماعه، مش كده؟ او نفس المعنى، بس هو ده بدل بفرحه بالدنيا هنا بفرحه بالله. فهمت ازاي؟ فاذا كان الناس بتأنس الانس بالدنيا بينسى نفسه لما يشوف الدنيا مقبله، ينسى نفسه اما يشوف الدنيا مقبله فرحا بها. لعيب الكوره لما يجيب جون في المباراة المهمة قوي، تبص تلاقيه يرمي نفسه على الأرض ويتمرمغ، صح؟ وكل اللعيبة تنام عليه ولا يحس بألم من شدة أنسه بما أحرز لإقباله على الدنيا، لدرجة بعد الماتش يروح بيته يدور يلاقي فيه جرح هنا وفي تعويرة هنا وفي مش عارف بطحة هنا. طب وساعة ما حصلت الحاجات دي ما حسش بيها ليه؟ لكمال أنسه بالدنيا. فما تتعجبش، من يأنس بالله يشعر أكثر من هذا ويحدث فيه أكثر من هذا. النساء لما رأينا يوسف سيدنا يوسف وأنسنا بجماله عملوا إيه؟ قطعنا أيديهن. يعني من كمال الأنس لم يشعرن بالألم، الأنس بالمحبوب، الأنس بالجميل، الأنس بالجمال، صح؟ كل الحاجات دي هي اشارات ليها في القرآن علشان ما تفتكرش انها كلام ملوش معنى وملوش واقع، لا ده ليه واقع حتى في حياتك انت نفسك. العامل في مصنعه يبقى شغال على الآلة والمكنة وصوت المكن، وبعدين بعد ما يوقفه المكن ويطلع في الاستراحة يلاقي ايده متعورة، طب ما هو ما كانش حاسس بيها لانه كان مندمج في عمله، من شدة اندماجه في عمله لا يشعر بالألم، يقوم يتجرح وما ياخدش باله. والجندي في المعركة كذلك، واخد بالك؟ نفس القصة.
يبقى لكمال الانشغال بالشيء يفنى الانسان عن نفسه عن حسه. اذا كان هذا في امور الدنيا يبقى في امور الاخره من باب اولى. وحال الهيبه والانس وان جلتا فاهل الحقيقه يعدونهما نقصا. ليه نقص؟ لان فيها تغير، فيها تلون، والمتمكن لا يتغير ولا يتلون، لان الفاني في الذات، الذات لا تتغير ولا تتلون، لا يكدرها شيء. فتجد المتمكن في الذات لا يكدره شيء، وعشان كده المتمكن الواصل في الذات يعتبر ان دي كلها احوال كده تدرج، لسه ده لسه بيترقى، ده لسه ما وصلش، بيعتبروها نقص. فاهم؟ ده للمتمكن. لتضمنهما تغير العبد، فان اهل التمكين سمت احوالهم عن التغير، وهم محو في وجود العين. لما صاروا محو في وجود الموجود بحق، والموجود بحق دائم باقي لا يزول ولا يتغير، فصاروا بالحق فلا يزولون ولا يتغيرون، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فهمت؟ ادي المعنى. فالجبال هنا هم اهل التمكين الرواسي الذين رست احوالهم وتركزت حقائقهم بكمال محوهم عما سوى الموجود بحق. اصل مسكن العارف المتمكن هو عرش الحقيقة، ثم بعد ذلك يؤمر بالهبوط الى السماء للقيام بحقوق الربوبية، ثم النزول الى الارض للقيام بحقوق البشرية مع وجوده فوق عرش الحقيقة. يبقى ده الكامل، حقيقته فوق عرش الحقيقة وظاهره قائم بحقوق الربوبية وبإيه؟ وبحقوق البشرية. شوف احوال النبي كانت ايه، كان النبي كامل في كل حاجة، وفي نفس الوقت يقوم وينام ويتزوج النساء ويصوم ويفطر ويجيش الجيوش، لا يغيبه امر عن امر صلى الله عليه وسلم. هو ده الكامل المتمكن، في حين ان نزوله الى ارض الواقع اللي هي للقيام بحقوق البشرية، وهبوطه الى سماء للقيام بحقوق الربوبية لا يقتضي نزوله عن عرش الحقيقة، ولكن يقتضي ظهور اثار الربوبية مع ضعف البشرية. فكل ظهر بالله وفي الله، فهي دي المسألة. ده المتمكن. لان اصل الحقيقة اذا وصل للحقيقة وهو الحق الموجود بحق، كل شيء هالك إلا وجهه، يقتضي هذا الحق يقتضي إيه؟ يقتضي إنه يهبط إلى سماء القيام بحقوق هذا الحق الذي عرفه، اللي حقوق الربوبية بقى، لأن علم أن له مربوب، وأنه بغير هذا المربوب لا وجود له في الحقيقة ولا في الحس، لولا نعمة الإمداد لزال في الحال. فهمت؟ فلا بد أن يقوم بحقوق الربوبية بقى بعدما تمكن في معرفة الحق وغاب تماما في معرفة بشهوده، أي معرفة، يهبط في الحال، يهبط في الحال حالا لا مقاما، فهو مقامه فوق عرش الحقيقة، لكن حاله في سماء حقوق الربوبية، ثم بعد ذلك يتنزل بعد ذلك للقيام بحقوق البشرية تذللا إلى الله، فتلاقي يجوع ويعطش ويتألم وكل حاجة بقى. علشان ايه؟ عشان يتحقق بحقوق الذلة والفقر والضعف، لأن العبد أصله بيتحقق بأربع حاجات، يتحقق بالفقر
فيغطيه الله بالغنى فيغنيه، وبالعجز فيغطيه الله بالقدرة فيقدره. يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، يتحقق. بالفقر والعجز والذل فيغطيه الله بالعزة، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والجهل العلم فيعلمه. وهم محو في وجود العين اللي هو الحق. فلا هيبة لهم ولا أنس ولا علم ولا حس، أي إلا بالله. والحكاية معروفة عن أبي سعيد الخراز أنه قال: تهت في البرية مرة فكنت أقول أتيه فلا أدري من التيه من أنا سوى ما يقول الناس في وفي جنسي، أتيه على جن البلاد وإنسها فإن لم أجد شخصا أتيه على نفسي. يعني ده دليل أنه كان في مقام أنس، لما لقى نفسه في مقام الأنس شطح، واللي يشطح ينطح. جاله مقام اسمه الشطح، حس انه ايه ده، انه الاكوان كلها بقى هو اوسع من الاكوان، فصار انه حس انه هو بقى ايه ده. التيه هنا لها معنى الفخر ولها معنى التوهان. فهمت ازاي؟ مش يقول لك يتيه يعني يفخر ويتيه يعني يتوه، مش كده برضو؟ فهو صار في حاله تائها عن الاكوان مفتخرا باحواله لمقام ايه؟ انسه. فيقول: اتيه فلا ادري من التيه، يعني من التوهان عن الناس عما سوى الله، ومن الفخر بكمال الانس. فيجيب لك الكلمه اللي تقتضي المعنيين. أتيه فلا أدري من التيه من أنا سوى ما يقول الناس في وفي جنسي، أتيه على جن البلاد وإنسها فإن لم أجد شخصا أتيه على نفسي. قال: فسمعت هاتفا يهتف بي، هاتف الحقيقة بقى عشان يعرفوا أنك أنت ده، أنت ولا حاجة، ده في المقام اللي أنت وصلت له ده وفاكر نفسك بقيت حاجة، في أعلى منه فوق، فربك عايز يفوق سبحانه، يريد ان يفوق، لانه ايه؟ شطح، واللي يشطح لازم يتنطح علشان يرجع تاني للحقيقه ان هو ولا حاجه. فهمت؟ فبيقول ايه؟ سمع الهاتف بيقول: ايا من يرى الاسباب اعلى وجوده ويفرح بالتيه الدني وبالانس اللي هي تغيرات الاحوال، فلو كنت من أهل الوجود حقيقة لغبت عن الأكوان والعرش والكرسي، وكنت بلا حال مع الله واقفا تصان عن التذكار للجن والإنس. يبقى في حال أعلى، وحال التمكين اللي هو عدم التغير. فهمت إزاي؟ ده معنى إن كل حال في اللي أعلى منه، والمقامات لا تنتهي، لا يعلم مداها إلا الله. يعني هو كان تائها في الوجد فدله على الوجود، لان في حاجه اسمها التواجد والوجد والوجود. فرح بالوجد فدله على الوجود، ان في اعلى، وعشان كده قال لك: ومن ذلك التواجد والوجد والوجود. دخل في الموضوع اللي بيجر بعضه. وإنما يرتقي العبد عن هذه الحالة اللي هي حالة الوجد بالوجود، أهو كاتب لك في الآخرة. ومن ذلك التواجد والوجد والوجود. شوف يا، التواجد هو استدعاء الشيء، استدعاء الوجد، مش كده برضه؟ منها تفاعل، كأن في نوع من الصراع
بين العبد وبين نفسه ليستخلص من وسط هذا الصراع التواجد نفسه حتى يستشعر بالوجد. فالتواجد فيه نوع كسب، والوجود نوع وهب، والوجد نوع ايه؟ نوع وهب. النوع الكسب هي الاوراد، الوظائف، العبادات، الاداب، القيام بحقوق الشريعة. هذا القيام بها يؤدي الى وجود نوع من الواردات الرحمانية على النفس ترقيها. قد تكون على صورة بوارق، يعني حاجات تبرق كده وتنتهي، ثم البارق بقى يطول شوية فيسموها سواطع، وبعد شوية السواطع تقعد اكتر يبقى طلوع. مع التغيرات دي كلها يسموا هذا الاحوال كلها تواجد. فلما يرتقي بالطلوع يظهر ليه الامور بقى، ما الدنيا نورت. كان الاول في وسط الضلمة برق، وبعدين يرجع للضلمة تاني مش شايف، وبين بعد كده بقت ايه؟ سواطع، يقدر يشوف شوية لكن تختفي، وبين طلوع وجد الحقيقة، فصار من التواجد الى الوجد. فهمت ازاي؟ يبقى ارتقى. الوجد ده حصول الحاجات دي في القلب واستقرارها. الاول كان طرقها، ده التواجد واستدعائها، لما جت ودخلت واستقرت بقى اسمه وجد. لما جانا ثمرة استقرارها بقى وجود. فهمت؟ يبقى التواجد تخلق، والوجد خلق، والوجود ثمرة. فهمت؟ انت بتزرع الشجرة وبتبذل مجهود فيها، ده تواجد. الشجرة ابتدت تكبر وابتدى يبقى ليها فروع، فوجدتها امامك فرحت بها، بدأت الثمرة تظهر، خدتها وبدأت تاكلها، ده الوجود. ما هو الناس بتحب تعرف الامثلة بالاكل والشرب، بس هذا في مكان، في مقام المعاني. خلي الشجرة دي هي نواة المعرفة، ثم تنبت بعد ذلك شجرة التحقيق، ثم تأتي بعد ذلك ثمرة التحقق. فهمت؟ هي المسألة كده، بدل ما يبقى عالم حسي يبقى عالم معاني. البوارق الأولانية دي تقتضي الذوق، يبقى ذاق، من ذاق عرف. دي البوارق، يبقى مقتضيات البوارق الذوق، ومقتضيات السواطع الشرب، ومقتضيات الطلوع الري. فهمت بقى المسألة ماشية ازاي؟ فساعات يقول لك ذوق، ساعات يقول لك شرب، ساعات يقول لك ري، ساعات يقول لك بوارق، ساعات يقول لك سواطع، ساعات يقول لك طوالع. افهم كلامهم. فهمت؟ لما تفهم كلامهم تقوم تعرف بعد ذلك ان كان لك حظ في هذا الترقي ان تعبر عما انت فيه. فهمت؟ عشان تعرف تكلمهم عن احوالك، فيقوم يعرفوا مقالك يدل على مقامك. مش كده؟ فكانوا علشان كده لما يحبوا الاولياء يقعدوا مع بعض يسيبوا كل واحد يتكلم، هم من كلامه يعرف مقامه. ادي المساله. فالتواجد استدعاء الوجد بضرب اختيار، يبقى في نوع تكلف. واستدعاءه ده بايه؟ اصله جاي منين؟ اذا سمعتم القران فابكوا فان لم تبكوا. اهي جايه من هنا. شفت الاصل جاي منين بقى؟ تباكى يعني تواجد.
يعني استشعر المعنى الذي يجعلك متعظا. إن لم تتعظ بالبداهة فاستشعر أنت المعنى الذي يجعلك متعظ، يعني تواجد، استدعيه. فهمت إزاي؟ فالتواجد استدعاء الوجد بضرب اختيار وليس لصاحبه كمال الوجد، إذ لو كان لكان واجدا. وباب التفاعل أكثره على إظهار الصفة وليست كذلك، يعني على إظهار الصفة وليست الصفة كذلك، يعني يحاول يظهر الصفة لكن لسه مش كده. قال الشاعر: إذا تخازرت وما بي من خزر، ثم كسرت العين من غير ما عور. يعني إذا تغازرت يعني إيه؟ يعني كسرت عيني كده، واخد بالك إزاي؟ وما بي من خزر، وأنا أصلا عيني مش ضيقة كده، ده أنا اللي بضيقها، يعني بتواجد بفتعل شيء مش موجود فيا. ثم كسرت العين وما بي من عور، وبعدين رحت كسرها خالص وأنا مش عور، علشان استشعر المعنى. فهو بيحاول يجيب لك بيت شعر يبين لك ان تخازرت يعني تكلفت التخازر، تواجدت تكلفت الوجد. فهمت ازاي؟ مجرد بس المعنى. فقوم قالوا: التواجد غير مسلم لصاحبه لما يتضمن من التكلف ويبعد عن التحقيق. يعني في نوع تكلف، التواجد في نوع تكلف. وقوم قالوا إنه مسلم للفقراء المجردين، الفقير المجرد اللي هو في بدايته، الذين ترصدوا لوجدان هذه المعاني، وأصلهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. والحكاية المعروفة لأبي محمد الجريري رحمه الله أنه قال: كنت عند الجنيد وهناك ابن مسروق وغيره، وثم قوال، يعني واحد بيقول ايه، بينشد يعني. فقام ابن مسروق وغيره والجنيد ساكن، فتأثروا بالكلام، فقاموا، اخذتهم الوجد، فقاموا تغير احوال، قام يتحرك يتهز يعمل زي ما بتشوف كده ببعض الاحوال كده، واحد الناس العوام يقول لك ايه، اصل خدته الجلالة، خدته الجلالة، يعني ايه، يعني خلاص تأثر بالكلام تأثر بالغ لدرجة مش عارف يكتم ما تأثر به في الباطن فيظهر على جوارحه، اما بحركة لا ارادية او بصوت لا ارادي او شيء من هذا. حصل لهم الحكاية دي، لكن سيدنا الجنيد قاعد ساكن ما تحركش ولا حاجة، هم تحركوا. فقلت: يا سيدي ما لك في السماع من شيء، وانت يعني ما بتحسش، ما بيجرى لكش حاجة زي اللي بيجرى لنا ده. قال الجنيد: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فيبقى كل واحد عرف مقامه من كلامه، انتوا ما زلتم في التغير وهو في التمكن. فهمت ازاي؟ ثم قال: وانت يا ابا محمد ما لك في السماع شيء. سيدنا ابو محمد بقى فضل قاعد بيكتم نفسه، سيدنا مسروق وغيره قاموا سابوا نفسهم مع الوجد، لكن سيدنا ابو محمد قاعد يقاوم نفسه مكسوف من سيدنا الجنيد، ما هو شايف سيدنا الجنيد ما اتحركش وده شيخه، ففضل كاتم وقاعد مش قادر يتحرك. فسيدنا الجنيد بيقول له: وانت يا ابا محمد ما لك في السماع من شيء، قاعد يعني كده عايز يعرف مقامه من كلامه. فقلت: يا سيدي أنا إذا حضرت موضعا فيه سماع وهناك محتشم أمسكت على نفسي وجدي، فإذا خلوت أرسلت وجدي فتواجدت. يعني بيقول أنت لما لقيتك محتشم متمكن رعيت الأدب معاك وقعدت بقى، قلت إلزم الأدب، ما فيش داعي إيه تعمل حركات، يبقى دليل أنه هو مع مراعاة الأدب مع المشايخ ممكن يرقيك الله الى حال تستطيع انك انت تتحمل الوجد دون ان يظهر عليك، فتظهر بحال المتمكن ولست متمكن بالادب.
فأطلق في هذه الحكاية التواجد ولم ينكر عليه الجنيد، يعني قال التواجد على الوجد. يقصد كده أن في بعض العلماء يستعملوا كلمة التواجد ويقصد بها الوجد، لأن الوجد وهبي، حاجة بتيجي في القلب، والتواجد أنت بتستحضرها. فهو بيقول لك أنه هو لما بيسمع السماع ده بيتواجد، هو مش بيتواجد، هو مش بيستدعي حاجة، ده بتجيله غصب عنه. يبقى عبر عن الوجد بالتواجد، يبقى في بعض العلماء يعبرون عن الوجد بالتواجد. واخد بالك ازاي؟ ادي معنى. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول: لما راعى ابو محمد ادب الاكابر في حال السماع حفظ الله عليه وقته ببركات الادب، حتى يقول: امسكت علي نفسي على نفسي وجدي، فاذا خلوت ارسلت وجدي فتواجد، لأنه لا يمكن إرسال الوجد إذا شئت بعد ذهاب الوقت وغلباته، ولكن لما كان صادقا، يعني الوجد غالب أصلا، ويقول هو ما يقدرش يمسكه، لكن هو، لكن هي الحكاية لصدقه في مراعاة الأدب ربنا أمكنه، لأن تملي الوجد غلبت حال. انت الوقت لما تيجي تجرح واحد عشان عنده دمل في ايده وما ادتلوش بنج، لما يبقى راجل كده مؤدب ومحتشم ومش عايز ولاده يشوفوه بيعيط وكده، احنا بنشوفها في الواقع، يقوم ايه؟ يمسك منديل كده ويتك عليه، يديك ايده كده وما يقدرش يتحرك علشان عياله ما يتهزوش، ما هو شايفينه، صح؟ بيكتم ايه؟ تواجده لمراعاة الأدب مع أولاده عشان مش عايز يتهز. يعني في الحس بتحصل، في المعنى أيضا يعني. وفي واحد تاني ما يعرفش يكتب، يا تيجي تلمس له كده بس يتنطط والحقوني ويعيط ويجري وراه التمرج يكتفه واتنين تلاتة، وفي الآخر برضه ما نعرفش نكتفه، نقوم نجيب له بقى دكتور تخدير بقى عشان ننيمه خالص بقى، لأن مش عارفين نتمكن، مش عارف يكتم وجده. فهمت؟ نفس الحكاية بتحصل في الحس. ولكنه لما كان صادقا في مراعاة حرمة الشيوخ حفظ الله تعالى عليه وقته حتى أرسل وجده عند الخلوة. يجي بقى عياله يمشي والدكتور يمشي ومش عايز يشوف حد يشوفه هو بيعيط. في ناس كده يقول لك دمعته عزيزة ما يحبش حد يشوفه بيعيط. أول ما تتقفل الأوضة وكله يروح يمسك بقى المنديل ويعيط وتنهنى. واخد مش دي بتحصل؟ بتحصل مع الناس. لأن في ناس تلاقي نفسه عزيزة عليه ما يرضاش يبين يعني كسرته أمام الناس. أول بقى ما يخلو مع نفسه يبان مع نفسه. نفس القصة. فالتواجد ابتداء الوجد على الوصف الذي جرى ذكره وبعد هذا الوجد. يبقى التواجد استدعاؤه. وقد يكون استدعاؤه كسبا، وقد يكون بدايته وهبا. بداية الوجد وهبا. فهمت ازاي؟ يبقى ليها معنى كسبي ومعنى وهبي. والوجد ما يصادف قلبك ويرد عليك بلا تعمد وتكلف، هو ده الوجد. يعني انت مش بتحصله، ده هو حاجه بتجيلك كده. الكسب الاكتساب العبد، فعل العبد. انه يحصل الى انه يسعى في اسباب يسعى للوصول اليه. ده اسمه الكسب. بيكتسبه. والوهب انه جاي له من الله كده. أه؟ كله يحتاج. قد يكون نشوة وقد يكون يعني أنس وسكر، وقد يكون قبض وبكاء وهيبة. سيدنا أبو بكر الصديق مش كان في أول عهده بالإسلام لما يقرأ القرآن يبكي فما يسمعوش منه حاجة، ياخدوا الوجد وهو خليفة قاعد يسمع القرآن، فناس كتير قاعدة معاه تواجدت وبكت، فقال: كنا مثلكم زمان فلما قست قلوبنا ذهب ما كان بنا. يعني قست قلوبنا يعني تمكننا، وصل لمقام التمكن. فهمت ازاي؟ فهي الحكايه كده. يعني قد
مش شرط يبقى كل وجد يبقى معناه فوران حركة، قد يكون انقباض، قد يكون هيبة. فهمت ازاي؟ الأعلى عدم التغير، انت مالكش اختيار. الأعلى عدم التلون، لكن انت مالكش اختيار، هو ربك سبحانه وتعالى اللي بيلون الأشياء. واخد بالك ازاي؟ مش هم كلهم، هو سيدنا أبو بكر عبر عنها بكده، لما قست قلوبنا يعني تمكنت، ده كلام سيدنا أبو بكر، هو قال كده، قال لما قست قلوبنا، يبقى مش معناه القسوة اللي هي الغفلة. سيدنا أبو بكر ما كانش غافل، يبقى لازم نفهمها بمعنى حلو، لازم نفهمها بمعنى حلو، لأن ده كلام سيدنا أبو بكر يعني قويت. مش تقول إن الشيء ده قاسي يعني قوي، فهمت كده؟ قاسي يعني قوي، ادي معنى. فلما قست قلوبنا قويت، تمكنت. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. فلما قوي تحمل، فصار اقوى من الجبال الرواسي. فهمت؟ والوجد ما يصادف قلبك ويرد عليك بلا تعمد وتكلف. ولهذا قال المشايخ الوجد المصادفة، الوجد المصادفة، ورب صدفة خير من ألف معاد. المعاد فيه نوع كسب تواجد، والصدفة فيها نوع وهم من الله كده جات لك كده من غير ما تدور عليه. فهمت؟ رب صدفة يعني رب وجد خير من ألف معاد، يعني خير من ألف تواجد. فهمت؟ والمواجيد جمع وجد، ثمرات الأوراد، مش احنا قايلين كده؟ الأمراض، الأوراد تجيب واردات، الواردات تجيب بوارق، البوارق مقتضاها الذوق اللي هي اللوائح. نعيد تاني؟ طيب، وبعدين تبتدي تبقى صواطع اللي هي الشرب، وبعدين تبقى طلوع اللي هي الري، كل ده مقتضى تواجد. فإذا استقر في القلب بقى وجود، بقى موجود، بقى موجود. فهمت ازاي؟ استقر في القلب، أثره في القلب اللي هي ثمرته اللي هي الوجود بقى، لأنه إذا استقر في القلب الحق فنى كل ما سوى الله، ألا كل ما خلى الله باطل، فخلاص فنى كل شيء، فلا يبقى إلا الوجود بحق، فبي يسمع وبي يبصر. فهمت إزاي؟ يعني بدأ بنفسه وانتهى بالله. فكل من ازدادت وظائفه ازدادت من الله لطائفه. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول الواردات من حيث الأوراد، فمن لا ورد له بظاهره، يعني من لا شريعة له واجتهاد ونوافل وعبادات ظاهرة، لا ورد له في سرائره. وكل هي حقها لوارد، حقها تبقى لوارد أحسن. أنا عندي كان مكتوبة لوارد، لوارد. طب اديني قلمك. هي حقها تبقى وارد طبعا، لأن الورد فعل الظاهر والوارد فعل السرائر، هو ده يعني استعمالته. لا وارد له في سرائره. وكل وجد فيه من صاحبه شيء فليس بوجد، يعني فيه من صاحبه شيء يعني هو عامل فيه حاجة ليس بوجد، لأن الوجد ده حاجة غلب عليه. وكما أن ما يتكلفه العبد من معاملات ظاهرة يوجب له حلاوة الطاعات، فما ينازله العبد من أحكام باطنة اللي هي واردات يوجب له المواجيد. فالحلوات ثمرات المعاملات اللي هي الأفعال الظاهرة، والمواجيد نتائج المنازلات، واضح؟ اللي هي الواردات. أما الوجود يبقى في تواجد وفي وجد. نيجي للوجود، فهو بعد الارتقاء عن الوجد اللي هي ثمرة
زي ما قلنا ان التواجد تخلق، تخلق، ففي نوع تكلف، والوجد خلق، والوجود الثمرة. فهمت ازاي؟ فهو بعد الارتقاء عن الوجه، ولا يكون وجود الحق الا بعد خمور البشرية، يعني السطور البشرية. جاء الحق وزهق الباطل. فاذا جاء الحق وتمكن من القلب، كل ما سوى الله باطل، لا وجود له بذاته. فهمت ازاي؟ فيزهق كل شيء، فلا يبقى الا الوجود بحق. يدي معنى خمور البشرية، يعني ستر البشرية، ذهاب البشرية، اضمحلال كل ما سوى الله، عود كل ما سوى الله الى حاله الاول، وهو حال العدم. لانه لا يكون للبشرية بقاء عند ظهور سلطان الحقيقة. الناس تقول لك ده انا نسيت نفسي، مش كده؟ اهو نسي نفسه، لانه صرف المعنى، خلاص عايشه، نسي نفسه. وهذا معنى قول ابي الحسين النوري: انا منذ 20 سنة بين الوجد والفقد، اي اذا وجدت ربي فقدت قلبي، واذا وجدت قلبي فقدت ربي. فهمت؟ وهذا معنى قول الجنيد: علم التوحيد مباين لوجوده، ووجودي مباين لعلمي. حتة حلوة دي جدا. علم التوحيد مباين لوجود التوحيد ذاته، لأن العلم يقتضي الدلالة والدليل، والدليل غير المدلول، مش كده؟ والتوحيد هو المدلول. فعلم التوحيد مباين لوجوده، لأنك وقفت مع الدليل، مش كده برضو؟ ولم تخترق الدليل للمدلول. ووجوده إذا وصلت للتوحيد مش محتاج دليل، خلاص. الشمس طلعت، عايز أنا دليل إنها طلعت؟ أنا شفتها طالعة، عايز دليل؟ يقول لك أنا معايا 1000 دليل على طلوع الشمس. تقول له بالله واشرب ميته. فهمت ازاي؟ أنا مش عايزه. وعلشان كده ووجوده، يعني وجود التوحيد الخالص بكمال المعرفة والمشاهدة، مبين لعلمه اللي هو الدليل، الوقوف مع الدليل. فهمت كلامه بقى حلو ازاي؟ فهمت الفرق بين كلامهم؟ عشان كده أهل العلم الظاهر محجوبين بالأدلة، إنما أهل الشهود والعيان لا ينظرون للدليل، خلاص، لأنهم اخترقوا الدليل إلى المدلول. هذه المسألة. وعشان كده يقول لك التوحيد، علم التوحيد مبين لوجوده، لوجود التوحيد نفسه، لأنك وقفت مع الدليل، والتوحيد المفروض تخترق الدليل للمدلول، فلا ترى إلا الله، لكن أنت في علم التوحيد بترى الدليل مش المدلول، فمبين لوجوده، يعني مخالف لوجوده. ووجوده مبين لعلمه، ولو وجد وعرفت خلاص، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. هيسأل بعد ما عرف واغترف؟ ما يسألش، شرب خلاص وسكر وصحي وفنى عن كل ما سوى الله وصار باقيا بالله. فمحتاج الدليل على وجود الله، وهو لا يرى في الأكوان إلا الله، مش محتاج بقى. فهمت الكلام؟ وفي هذا المعنى أنشدوا: وجودي أن أغيب عن الوجود بما يبدو علي من الشهود، أي من بما يبدو علي من شهود المعرفة، من تحقق وجودي، وجودي بحق أن أكون موجودا بالله لا بنفسي، فأنا نفسي هالكة، كل شيء هالك إلا وجهه. فوجود الحق أن أكون موجودا به هو الباقي، أما سوى ذلك فوهم. فهمت؟ وجودي أن أغيب عن الوجود، أي عن وجود نفسي، عن وجود السوى، بما يبدو علي من الشهود، شهود الحق. واضح؟ فالتواجد بداية، والوجود نهاية، والوجد واسطة بين البداية والنهاية. فالتواجد بداية، والوجود نهاية، والوجد واسطة. فهمت ازاي؟ سهلة.
سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول التواجد يوجب استيعاب العبد. التواجد يوجب استيعاب العبد، يعني إيه؟ يعني إن العبد يكون مستغرق فيه. والوجد يوجب استغراق العبد، يعني يبتدي العبد يغيب فيه. والوجود يوجب استهلاك العبد، يعني فنائه عما سوى الموجود. فهو كمن شهد، عايز يديها لك بمثال حسي، فهو كمن شهد البحر. انت اول ما بتشوف البحر، اول ما تشوف البحر تبتدي ايه، وهتنزل بقى البحر يبتدي جسمك يقشعر وهتبرد والمية تلمسك كده، جسمك مش متعود عليه. تواجد، مش كده برضو؟ طيب وبعدين رحت بقى ايه داخل اكتر، بقيت في وسط البحر، ده بقى الوجد. غطست خلاص، غرقت في البحر، بحر التوحيد، واخد بالك؟ يبقى ده الوجود. فلقيت نفسك يعني تخليت عن كل اوصاف البشرية، تخليت عن كل اوصاف الممكن، وتخلقت باوصاف الواجب الوجود. فهمت؟ فهو كمن شهد البحر ثم ركب البحر ثم غرق في البحر. وترتيب هذا الامر قصود قصد، ورود اللي هو الورد والوارد، الوارد من الله والورد منك، ورود ثم شهود ثمرة ذلك، ثم جمود ثم خمود. كل ده خمود البشرية وجمود الأوصاف الناقصة التي كانت حاجبة. وبمقدار الوجود يحصل الخمود، وصاحب الوجود له صحو ومحو. بمقدار الوجود يحصل الخمود عن البشرية، كل ما كان الوجود قوي كل ما ينمحق وينسحق كل ما سوى الوجود بحق. وصاحب الوجود له صحو ومحو، صحو بالله بالحق ومحو عما سواه، يبقى له صحو ومحو. فحال صحوه بقاؤه بالحق، وحال محوه فناؤه بالحق. فناؤه بالحق عما سوى الحق، وبقائي بالحق، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهاتان الحالتان أبدا متعاقبتان كتعاقب الليل والنهار، واخد بالك؟ اللي هي الايه، اللي هي المحو والصحو. في حاجة اسمها محو، وفي حاجة اسمها سحق، وفي حاجة اسمها محق، هتيجي بقى في الآخر على حسب هو بقى فناؤه في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال. فهمت؟ فاذا غلب عليه الصحو بالحق فبه يصول وبه يقول، بك اجول وبك اصول وبك احول. مش كده برضو؟ بك خاصمت، النبي كان يقول كده صلى الله عليه وسلم. وبه يقول، قال عليه السلام فيما اخبر عن الحق، فبي يسمع وبي يبصر. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت منصور ابن عبد الله يقول، وقف رجل على حلقة الشبلي فسأله، هل تظهر آثار صحة الوجود على الواجدين؟ طب اللي وجد ده بقى وبقى في الوجود خلاص، وصل للوجود، هل بتظهر عليه آثار عليه بحيث أعرف إن ده في الوجود مش واجد، ده وصل للوجود؟ فقال نعم، نور يظهر مقارنا لنيران الاشتياق، فتلوح على الهياكل آثارها، كما قال ابن المعتز، وأمطر الكأس ماء من أبارقها، وأمطر الكأس ماء من أبارقها، الماء هنا فاعل، فأنبت الدر في أرض من الذهب. كأنه شبه ان الارض، ان القلب ده وعاء كأس، نزلت عليه امطار الواردات، مياه الواردات، مياه الرحمة، مياه المعارف. مش ربك سبحانه وتعالى يسوق الريح رحمة والرياح رحمة؟ فهو يسوق ايضا الرياح بالماء المعارفي، ماء الغيوب، فيغتسل من جنبات غفلاته عما سوى الحق. وأمطر الكأس ماء من أبارقها،
فأنبتت در المعارف في أرض من الذهب. الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، مش كده برضو؟ فأنبتت در الجواهر في أرض من الذهب، اللي هي قلب العارف. وسبح القوم لما أن رأوا عجبا، سبحوا قالوا سبحان الله، لما رأوا المعارف دي عرفوا ان سبحان الله فعلا، سبحان الله بحق، مش بيقولها بغيبة، بيقولها بحجاب، بيقولها بكمال معرفة. وسبح القوم لما أن رأوا عجبا نورا من الماء في نار من العنب. أو سبح القوم لما رأوا العجب في الولي العارف الواجد، وعشان كده بعضهم قال سبحاني على لسان الحقيقة، لا يقصد نفسه بل يقصد الله يسبح نفسه على لسانه، فلسانه ليس إلا آلة من آلات الحق يسبح به. هذه المعنى. وسبح القوم لما أن رأوا عجبا نورا من الماء في نار من العنب. اعتبر أن الماء اللي نازل ماء المعارف الذي سكب من سماء الحقائق على قلب العارف الذي طينته من الذهب، إنه نور من صفائه من رقته من عدم كدورته، كأنه منور في نار من العنب، لأنه استوعبته هذه المعارف كما تستوعب النار ما تحرقه، فأحرقت صفات البشرية تماما فيه، فلم يبقى له وجود بعد تجلي الموجود. سلافة ورثة، سلافة اسم من أسماء الخمر، وسمى الخمر هنا يقصد الخمر بها الستر، أي ستر البشرية بعز الربوبية بكمال الألوهية، ففيها الستر وفيها أيضا غياب العقل، لأن العقل محل العلم والعلم محل الدليل والدليل محل الحجاب. ممكن هو عايز يقصد يديك المعاني كلها. سلافة ورثتها عاد عن إرم، كانت ذخيرة كسرى عن أب فأبي. يعني رجع للقديم العتيق، المعاني العتيقة القديمة بحق، كالخمر المعتقة التي ليست لها مثيل في الدنيا، لأن كل ما تقدم الخمرة كل ما تبقى أعلى قدرا، فكلما عاد إلى المعاني القديمة والحقيقة الأزلية كأنه شبهها بخمر معتقة من قرون حيث لا زمن، فعلم الحقائق حيث لا زمن، وعلم النسبة حيث لا نسبة، ثم عاد بعد ذلك إلى النسبة. يعني النسبة أن هناك خالق ومخلوق، ولا نسبة كان الله ولم يكن شيئا معه ولم يكن شيئا معه. فهمت؟ وقيل لأبي بكر الدقي إن جهما الدقي أخذ شجرة بيده في حال السماع في ثورانه فقلعها من أصله. في ناس من شدة الصحو تجيله قوة عجيبة، قوة عجيبة لدرجة وهو بيسمع جاءه نوع من الوجد ونوع من الصحو، فمسك شجرة خلعها من جدر، وهو أصلا ضعيف، تشوفه ده عظمتين، واخد بالك؟ إن جهمن الدقي أخذ شجرة بيده في حال السماع، يعني أخذ الوجد فما شعرش بنفسه إلا إنه مسك الشجرة دي وراح شايلها من جدورها. جات له قوة ليه؟ لأنه بقى بالله، واللي بقى بالله يبقى قوي. سيدنا علي بن أبي طالب لما ذهب إلى حصن خيبر بالله رفع باب خيبر على كتفه ولا يرفعه إلا 40 رجل، كلنا عارفين القصة صح؟ لانه رفعه بالله مش بعلي، خد بالك، لو بعلي مش هيقدر، ده رفعه بالله. فجهمن الدقي نفس الحكايه، اخذته ثوره الحق فصار بالحق يفعل. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، فقلعها من اصلها، فاجتمع في دعوة
وكان الدقي كف بصر. الدقي الثاني ده غير جهم الدقي، كان في الدقي وجهم الدقي. الدقي الثاني كان حاله اقوى، قالوا له ايه؟ قالوا للدقي ده جهم في حال السماع شال الشجرة وقاعد بيلف بيها. فاجتمعوا في وليمة، وكان الدقي كف بصر اللي هو اقوى منه، حاله اقوى منه، متمكن ما يسرش. فقام الدقي يدور في حال هيجاني الثاني اللي هو جهم، فقال الدقي للي قاعد جنبه كان اعمى، قال له لما يقرب مني شاور لي عليه، بس لما يقرب يجي جنبي كده شاور لي عليه. فقال الدقي اذا قرب مني ارونيه، وكان الدقي ضعيفا، وكان الدقي نفسه ضعيف برضه، تاني ماسك الشجرة وبيلف بيها من كتر الايه يعني شدة سكره. فلما مر به قالوا له هذا هو، فاخذ الدقي سق جهم، مسك جهم التاني اقوى شوية من الدقي التاني الاعمى، فراح ثبت في مكانه ما قدرش يتحرك. فدليل ان التاني ايه قوته بالحق اقوى، واحد فاني في الصفات والتاني في الذات. فقال له فوق بقى، ده في اللي اعلى منك، اركز اثبت، ده اللي جنبك ثبت. فهمت ازاي؟ فاخذ الدقي ساق جهم فوقفه فلم يمكنه ان يتحرك. فقال جهم ايها الشيخ التوبة، التوبة حرمت. هو كان تائه في حاله، فقال له لا ده في حال اعلى من حالك بقى، مفيش داعي للتيه ولا داعي بقى ايه لكمال الصح لكمال السكر. فخلاه. قال الاستاذ الامام ادام الله جماله، فكان ثوران جهم في حق، وامساك الدقي بساقه بحق. يبقى واحد في الصفات والتاني بالذات، في حق لان الصفات حق، وبحق لانها صفات الله ذاته موصوفة. فهمت؟ فكان ثوران جهم في حق، وامساك الدق بساقه بحق. ولما علم جهم ان حال الدق فوق حاله رجع الى الانصاف واستسلم. وكذا من كان بحق لا يستعصي عليه شيء. فاما اذا كان اللي يسموهم اهل التصريف، اللي يسموهم اهل التصريف مدبرات امره، لانهم بحق، الخليفة بحق، جاعل في الارض خليفة، الخلافة المحمدية والوراثة النبوية اللي هي فيها كمال التصريف. وكذا من كان بحق لا يستعصي عليه شيء. فأما إذا كان الغالب عليه المحو فلا علم ولا عقل ولا فهم ولا حس، خلاص بقى كأنه مجنون لما يجي له المحو بقى، حتى لو مسكه بتاع بتكلم مع مجنون، هو غاب خلاص حتى عن عقله، حتى عن الحضور عما حوله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يذكر بإسناد أن أبا عقال المغربي أقام بمكة 4 سنين لم يأكل ولم يشرب إلى أن مات، ودي كرامة له، لأنه ده كان في في كامل مقام الإيه المحو، فلا بيجوع ولا بيعطش ولا بيموت، ربنا جعله كده 4 سنين. تتعجب ليه؟ طب ما أهل الكهف قعدوا من غير أكل وشرب 309 سنة، تتعجب ليه يعني؟ عزير أمات الله 100 عام وما كلش ولا شرب، وكان ولي مش نبي، صح؟ يبقى ما تقلقش يعني، تفتكرش يعني ان احنا قاعدين بنقول لك اساطير الاولين، لا، لها واقع من القرآن، لها واقع من القرآن فوق، حتى لا تكذب الامور. انت مش قادر تستوعب، ربك على كل شيء قدير. انت كل ساعتين عايز تاكل بطة، ما تستحملش، ماشي بنظام فرخة كل 6 ساعات استحمل، ده قعد 4 سنين ما ياكلش، لأنه غطته القيومية فصار قائما بالقيوم، فلا يحتاج لطعام ولا لشراب، بس فهم؟ غطته أوصاف القيومية. آدي الحكاية كلها، كلها كرامات. احنا كلنا هنا قاعدين غرقانين في الكرامات الكتاب ده، لأن ده أهل الخصوص، وربك ادالك إشارات منها في القرآن على يد الأنبياء فكانت معجزات، وعلى يد أتباعهم فكانت كرامات، فدي ما انقطعتش، تستمر. ودخل بعض الفقراء على أبي عقال فقال له سلام عليكم، اللي هو إيه أبو عقال ده في حال غيابه، دخل عليه قال له سلام عليكم، فقال له أبو عقال وعليكم السلام، فقال الرجل أنا فلان
فقال أبو عقال: أنت فلان، كيف أنت وكيف حالك؟ وغاب عن حالته. قال الرجل: فقلت له تاني: سلام عليكم. فقال: وعليكم السلام، وكأنه لم يران. أنا فلان، أنت فلان، كيف حالك؟ الحمد لله. وسابه وسابه. قال: سلام عليكم. وعليكم السلام، كأنه ما شافوش. كررها ثلاث مرات. ففعلت مثل هذا غير مرة، فعلمت أن الرجل غائب، يعني في حال غياب. سابه بقى ومشي. فتركته وخرجت من عنده. سمعت محمد بن الحسين يقول: في ناس في حال المرض بيجي لهم كده، يسموه زهايمر، مش كده برضو؟ زهايمر. عارف مريض الزهايمر ده لو ما اكلتوش ما يطلبش اكل، لو ما لبستوش في عز التلج ما يقولش انا بردان. شوف قد ايه. واما يجي يحب يبول، يبول في اي حته بقى، خلاص مش حاسس بنفسه. هو البول زاد حد معين يروح نازل لوحده خلاص، ما عندوش يعني ايه، غاب عن حسي. ده مرض، هو مرض عضوي موجود، واخد بالك ازاي؟ الناس بتحصل لهم. ريجن نفسه بتاع امريكا ده نسي انه كان رئيس امريكا، ويمشي في الشارع كده زي الدابه، ما هم تجار مواشي قاعدين طول النهار مع البهايم، واخد بالك؟ فرجع بهيمه على اصله. ففي ناس بتبقى كده تدني، وفي ناس بتبقى كده ترقي. زي ما في كده تدني فيرى انهم الا كالانعام بل هم اضل تدني، وفي ناس بعد كده هم ترقي، يفنى عن البشريه ترقيا الى مقامات التحقق ايه بالحقائق الاوليه، فيغيب ايضا عن الحس. فزي ما في حاجه عضويه، في حاجه ايضا مقامات بتحصل زي دي. مش معنى بتصدقها في ريجن ومش عايز تصدقها في ابي عقال المغرب يا اونطج، افهم. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت عمر بن محمد بن احمد يقول: سمعت امراه ابي عبد الله تروغندي تقول: لما كانت ايام المجاعه والناس يموتون من الجوع، دخل ابو عبد الله تروغندي بيته، فراى في بيته مقدار من وين حنطه، يعني رطلين حنطه كده، من وين ده وزن كده، فقال: الناس يموتون من الجوع وفي بيتي حنطه. فاخذته الشفقه الشديده على المسلمين، فخولت في عقله، فغاب عن حسه، فما كان يفيق إلا في أوقات الصلاة يصلي الفريضة، ثم يعود إلى حالة الغياب، لا يطلب أكل ولا شرب ولا حاجة بقى، لكمال شفقتي على أمة النبي. إزاي يبقى هو عنده دقيق والأمة والناس المسلمين بيموتوا؟ فمن شدة شفقته غاب عن حسه، ومن كمال حاله مع الله كان يرد في وقت الصلوات بس لحسه، فيصلي الفريضة ويغيب تاني، يصلي الفريضة ويغيب تاني. فلم يزل كذلك إلى أن مات. دلت هذه الحكاية على أن هذا الرجل كان محفوظا عليه أداب الشريعة عند غلبات أحكام الحقيقة، وهذا هو صفة أهل الحقيقة. ثم كان سبب غيبته عن تمييزه شفقته على المسلمين، وهذا أقوى سمة لتحققه في حاله. ونقف على الجمع والفرق إن شاء الله. يوم السبت القادم هيبقى آخر بقى سبت، وبعديه رمضان. كل عام وأنتم بخير، ناخد أجازة إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. وهل يتواجد الكامل الواصل العارف أم التواجد للمبتدئين المريدين؟ التواجد لو كان بمعنى استحضار الوجد فلا يكون للعارف الواصل، لأن العارف الواصل ما بيستحضرش، اللي بيجيله بيبقى في كمال الإمداد ودوام الإمداد. لكن قد يتواجد من آثار الإمداد وسرعة الإمداد عليه لكمال الوهب عليه لا للكسب، فالتواجد في حقه هو الوجد، واخد بالك إزاي؟ وتغيراته قد تحدث فيه ولكن لا يشعر، ليس لها أثر في الخارج لتمكنه، ليس لها أثر في الخارج بس. أم التواجد للمبتدئين المريدين؟ التواجد بمعنى استدعاء الوجد ده للمريدين. أفيدوني والسلام. والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة